لكي تكون عظيما لا يشترط أن تكون مشهورا. هناك رسل غير معروفين ورسلا لم نقصصهم عليك. لما زف السائب بن أقرع للفاروق بشرى الانتصار في نهاوند وسأله عمر عن قتل المسلمين، قال قتل فلان وفلان وفلان، ثم قال وآخرون من أفناد الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم. الإمام مالك، البخاري، موسى بن نصير النووي، صلاح الدين، كل هؤلاء المشاهير تعلموا على يد رجال لا نعرفهم، تربوا على يد نسوة لا نعرفهم، وما ضرهم ألا نعرفهم. يقول إمام الحرم ولا الضالين فتردد جدرانه وتضج ساحاته بتأمين مليوني مسلم وتنهمر ملايين الحسنات على من علمه ولا الضالين. الحسن البصري، علمه الذي لا زال ينتفع به، أحاديثه المكللة بتيجان حدثنا وأخبرنا، مواعظه التي سطرتها دموعه على صفحات العابدين يأتيه أجرها بإذن الله ويذهب الأناس، علموا الحسن البصري وما ضرهم ألا نعرفهم. من الذي أقنع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية؟ من الذي علم عبد الرحمن السميط كلمة لا إله إلا الله؟ من الذي رغب ابن حجر في طلب العلم؟ من القائم الليل الذي أسمع الفضيل؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ منزلتك عند الله ليست دار شهرتك عند الناس، عداد حسناتك لا علاقة له بعداد متابعيك، العظمة ليست أن يتناقل الناس صورك أو يتداولوا مقطعا يوثقون فيه مشروعك الخيري، العظمة أن تكون مشهورا في السماء. يمر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة خير القرون، فيقول ما تقولون في هذا؟ فيقولون حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع. ثم يمر رجل من فقراء المسلمين فيقول ما تقولون في هذا؟ فيقولون حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع. فيقول بأبي هو وأمي هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الذين يقيمون هنا صحابة ومع ذلك لم يعرفوا من الأعظم. لا تحسد المشاهير واسعى أن تكون مشهورا عند الملائكة، لا تحسد النجوم باستطاعتك أن تكون من نجوم السماء السميع. رولا لهم ولنا الفلاح، رولا لهم ولنا الفلاح.